تشاهدون في هذه الحلقة: العنف وغياب الدولة يفاقمان من الوضع الإنساني المتردي في اليمن. الطيور في عدن حضور يرسم معاني الحب والسلام. بديع سلطان شغف الإعلام في زمن الحرب. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في أولى فقراتنا جولة إخبارية سريعة نعرض لكم من خلالها أهم الأحداث والأخبار التي حصلت خلال الأسبوع، ابقوا معنا. نفذ طلاب السنة التحضيري في كلية الطب بجامعة عدن وقفة احتجاجية تنديدا بإجراءات القبول، وما وصفوه بسياسة الوساطة والرشوة والمحسوبية، وطالب المحتجون باعتماد قبول الطلاب المتحصلين على تقدير جيد جدا والسماح بإعادة السنة التحضيرية للمتحصلين على تقدير جيد وإعفائهم من الرسوم الدراسية. انعقد في محافظة لحج اللقاء التقييمي الثاني لمدراء مكاتب الصحة في المديريات ومنسقي برامج التغذية فيها. اللقاء الممول من منظمة اليونيسف يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات للبرامج الصحية والعاملين فيها والخدمات المقدمة في مختلف مديريات المحافظة. الوضع الإنساني في اليمن يزداد سوءاً يوماً إثر آخر، ففي ظل الصراعات المستمرة والحسابات الضيقة للبعض، وحده المواطن من يدفع الثمن. الوضع الإنساني في اليمن يشكل تحدياً كبيراً أمام الجهود الإغاثية التي لم تستطع تأمين الاحتياجات الضرورية للحياة في ظل تصاعد أعمال العنف والاقتتال. أصعب حالات الواحد ممكن يواجهها بالعمل الإنساني هي الحالات الأكثر احتياجاً، واللي تكون محتاجة شيء في الوقت نفسه، يعني تكون محتاجة رعاية سواء صحية أو غذائية أو محتاجة مواد دراسية، فصعب تتعامل مع الشخص اللي يكون محتاج الحاجة بنفس الوقت وانت مش قادر توفر له هذا. عيلتين هي المرأة، ثلاث بنات، أيتام بنات أخي أربيهم أني أعولهم، والحمد لله اللهم لها الحمد. شيء لما بتلات حق مدارس، يعني كسوة زي الشماط زي الهاجات زي كذا. المناطق المحررة من ميليشيا الحوثي لم تسجل هي الأخرى أي تحسن ملحوظ في العمل الإنساني نظرا لتعقيدات الواقع وعدم تطبيع الحياة فيها. نعد استمارة في كل البيانات اللي احنا محتاجين لها، غير البيانات اللي أصلا احنا نطلبها منهم لما هم يجوا يسجلوا، عشان لما ننزل نقارن البيانات مع البيانات اللي موجودة عندنا على أرض الواقع. أركب لهم دم أجيب متبرعين، بعض أحيانا ألاقي بعض أحيانا ملاقي، أركب لهم من الدم من البنك، أجيب لهم من البنك دم، يعني والعلاقات بعض أحيانا يساعدوني الصداقة باللي أقدر على. المؤسسات والجمعيات المحلية العاملة في المجال الإنساني رغم ما تبذله من جهود إلا أنها لم تحقق الأهداف المنشودة في تغطية الاحتياج الإنساني وتوفير سبل العيش الكريم للمستفيدين من خدماتها كما يقول ناشطون. حالياً مش محتاج دعم ولا إغاثات، حالياً محتاج من أهل الخير حتى لو عمل مشروع واحد لمجموعة كبيرة من الناس. حالياً الإنسان محتاج عمل، طول ما في دعم وهو جالس أبداً ما بيتغطى الفقر، وأبداً ما بتقل نسبة الفقر في اليمن. كل ما زادت المنظمات وزاد الدعم، كل ما الإنسان اتكل وجلس في البيت وبيزيد الفقر. واقع لا دولة الذي تعيشه بعض المناطق المحررة يفاقم كثيراً من الوضع المعيشي المتردي ويصعب جهود الإغاثة المحلية والدولية، وينذر بكارثة إنسانية هي الأسوأ عالمياً في بلد مثخن بالحروب. نرحب بالأستاذة أمل أحمد مصلي، رئيسة مؤسسة أمل لرعاية الأيتام والفقراء والأعمال الإنسانية بعدن. أهلا ومرحبا بك اليوم أستاذة أمل معنا. ما التحديات التي يفرضها الوضع الإنساني اليوم على المؤسسات الخيرية والأعمال الإنسانية بشكل عام؟ عدد الأيتام أو عدد الأسر المسجلة عندنا من الفقراء كثير، فيستوعبوا أن دور يعني يجي وقتهم بالدور، وفي بعضهم لا، يعني يشتف كل مرة هم، فهذا برضه يسبب ان بعض الضغوطات. برضه مثلا زي بعض يعني الاسر ان هي مثلا مسجله في عده مؤسسات
وتشتي من كل المؤسسات يجوها. فهم لك؟ لما نقول لهم والله نحن شفنا احنا لما يجوا عندي يسجلوا واسالهم مسجلين في مكان ثاني يقولوا لا. وهو يتضح انهم مسجلين، انا عندي عادي يعني كمؤسستنا مش مشكله، لان احنا ما نعرضش نعطيهم طبعا شهري ولا نعطيهم يعني باستمرار. عشان كده لما يسجل في مكان ما نمانعش، يعني هذا رزق، يمكن له رزق في مكان ثاني يحصلوا عادي. فنحن ما ندققش عليهم، في بعضهم لا يدققوا علينا، ليش احنا ما اعطيتوناش، نحن تعطوناش ناس لا، خصوصا لو كانوا جيران يعني ما يفكرش ان احنا نعطي اكثر احتياج. يعني الاحتياج في ما شاء الله في ايتام بس تلاقي الاب كان معه راتب، الام تشتغل، فتكون يعني في يتيم اخر ما فيش دخل نهائيا، لا الام انها تشتغل ولا معه راتب، يعني الاب كان موظف او كان بالاجر اليومي او حاجه زي كذا، فهم يشتوا نفس المعامله. لا هو كايتام يعني مثل زايد لا نعطيهم بشكل عام، بس لما يكون قليل يعني الدعم قليل فنحاول نحن نعطي الالوليه يعني المحتاج اكثر. هل المواطن المستفيد من هذه من عمل المؤسسات الانسانيه مستوعب ومتفهم لهذه الصعوبات التي تعانون منها؟ لانه طبعا على حسب الاحتياج، نقول لك لنا لازم نشوف هذا الطفل، احنا طبعا اختصاصنا اطفال بشكل عام، يعني كان طفل يتيم، طفل فقير ذو احتياجات خاصه، طفل مريض، بشكل عام نحاول ان نعطي اهتمامنا لكل شرائح الاطفال يعني المهمشين النازحين بشكل عام. لان يعني احنا مثلا في حمله شتاء دافئ كان معنا ملابس برد وحاجات توزعت للمهمشين في الشوارع للاطفال، ما شاء الله غطينا مجموعه كبيره في مديريه خور مكسر، التواهي، المعلق، كريتر، الشيخ عثمان، عمران في البريقه، غطينا مجموعه كبيره من الاطفال. ماذا عن دور المنظمات، منظمات المجتمع المدني والمنظمات الانسانيه في هذا العمل الانساني؟ انا في رايي انه يكون لو كان في يعني كل المؤسسات تشتغل في اطار واحد في اسم في مسمى واحد فبيكون احسن، لان الحين كل مؤسسه تشتغل لوحدها، فلما يكونوا مع بعض يعني مؤسسات مجتمعين يكون في قاعده بيانات معينه، اذا احنا ما بيجي يسجل عندي الشخص يطلع في انه مسجل في مؤسسات اخرى. لو تحدثنا استاذه امل عن سلبيات وايجابيات العمل الانساني. شوف هيك سلبيات بسيطه جدا، اللي هو اللي تركز في موضوع الدعم والتوزيع، لان في بعض السلبيات ان المؤسسات تاخذ المعونه او الدعم ما يوصلش للجهه المختصه او المستهدف، تتوزع مثلا على ناس بعيدين يعني عن الموضوع، هذا من السلبيات. اما الايجابيات طبعا ان تساعد الاسره ذو الدخل المحدود كان فقراء في معونة الحياة يعني والمعيشة والحاجة زي كده. ما هي معاناة العاملين في العمل الإنساني وهم يقضون جل يومهم في تقديم المساعدة للآخرين؟ من أين يكسبون رزقهم وعيشهم اليومي؟ العمل الإنساني هو في حد ذاته عمل جبار يعني. يعني أي حد بيدخل في عمل الإنساني يعني هو في باله واضح يعني في نظرة إنه هذا عمل بدون أجر، خصوصا لكون تطوع يعني. مثلا في مؤسسات زي المؤسسات التنمويه هذا يكون في لهم دخل معين، صح انه بسيط بس في دخل لانهم يعملوا دورات، يعملوا اعمال يجي منها دخل. لكن المؤسسات الخيريه مثل زي مؤسستنا احنا المتطوعين اللي فيه طبعا ما لهمش اي دخل يعني مادي، احيانا يكون في يعني طبعا من رئيس المؤسسه زي اسمه زي التكريم، يكرمهم على عمل عملوه يكرمهم كذا، لكن كراتب دائم ما فيش طبعا. بس هذا ايش يعطيهم؟ يعطي المتطوع اول ياخذهم من الفراغ اللي هو فيه، يعني خصوصا اللي كانوا شباب ياخذهم من الفراغ من الشارع، يستفيدوا مهارات خبرات، يكون لهم عمل ميداني في الارض يستفيدوا. يعني اكيد ما فيش حد يدخل في عمل إلا لازم يعني يخرج منه بفائدة. عادة ما يتركز العمل الإنساني من الملاحظ أنه يتركز في يعني في مجالات معينة ويقل في مجالات أخرى، ما هي المجالات التي يتركز فيها العمل الإنساني في عدن؟ لو جلسنا نعدد كل مجال وقت طويل، أنت عارفة أن في مجال الصحي، مجال التربوي، في مجال الرياضة يعني الرياضة الأنشطة المدرسية للأطفال، يعني في مجالات كثير يستخدمها
مؤسسات المجتمع المدني في الدخول للمجتمع، الإغاثة من ناحية طبعا توزيع السلع الغذائية وكذا. معنا في مجالات أخرى مثلا زي الصحة في الأمراض، يعني الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، فهذا يقل، هنا يقل، تلاقيها في مؤسسات معينة وبسيطة اللي تقدم الرعاية الصحية، ولا أغلب شيء يعني أغلب العام إنه من ناحية الإغاثة، من إغاثة يعني المواد الغذائية. بس المشكلة إنه إيش مثلا حتى لما يجوا يعطوا معونات، مثلا الحين أنا مؤسسة أمال بقدم لك سلة غذائية، مؤسسة ثانية بتروح تقدم نفس السلة، تملك ما يقولش خلاص هذا قدم مثلا حق معين، إحنا بنقدم مثلا مبالغ. في بعض الناس حين حصلت إنه يودي لهم مثلا عدة مؤسسات وعدة منظمات مواد سلة غذائية. طب هذا الشخص قد قتله السلة الغذائية، طب هو مش محتاج سلة، هو محتاج مبلغ، المبلغ هذا على أساس إنه مثلا يشتي يوفر علاج، يشتي يوفر مثلا حفاضات للأطفال، يشتي يوفر ملابس، حقائب مدرسية، يشتي مبلغ. لا، يقبلها نفس السلة الغذائية من عدة جهات، يعني نفس الدعم، فيضطر يأخذها ويبيعها عشان يأخذ المبلغ هذا. الجهود الإنسانية المبذولة في عدن هل تفي بالاحتياج وهل تغطي الاحتياجات بشكل ولو حتى بشكل ضئيل؟ هو في بس لكنها ما تغطيش الاحتياجات كامل، لأن لأنه الفقر في تزايد، وزي ما قلت في البداية أن أغلب الدعومات ما تروحش للأشخاص المستهدفين. برضه يعني المستهدف هو نفسه دائما في معاناة، يعني دائما يريد يشتي، يعني ما يوفروا لهش العمل. يعني الحين مثلا كله دعم يوفروا، يعني يحسسوا هذا الشخص أو هذا المستهدف على الاتكالية، خلاص أنا والله بجلس الحاجة هي بتجيلي، أنا بس بروح أطالب فيها. يعني مثلا أنا أفضل أن المؤسسات أو المنظمات يوفروا لهذا الشخص عمل، العمل هذا هو اللي خلاص بتكفل فيه، بتكفل بعمله، كان من ناحية الغذائية أو من ناحية شراء أدوية أو حاجات ما يلتزمها يعني أسرته. لكن لا، على طول خلاص أنا والله بروح جبتوا لي الحاجة هذه، وين حقي؟ هذا الشهر ما أعطيتوني، يعني حاجات زي كذا، فيتكل خلاص يجلس، لا أنهم بيجيبوا لي وانتهى الموضوع. ماذا عن الأنشطة المنفذة من خلال مؤسستكم مؤسسة أمل؟ والله الحمد لله احنا عملنا عدة أنشطة في المؤسسة. وزعنا الحقيبة المدرسية، توزيع سلة الغذائية، توزيع الأسعافات الأولية، كراسي متحركة للأيتام والفقراء، وزعنا كسوة العيدين، تمور طبعا في رمضان، قمنا بحملات، حملة السلاح، من حمل السلاح في عدن، وحملة شتاء دافئ اللي هو عبارة عن توزيع بطانيات وملابس الشتاء للمشردين في الشوارع. قمنا شاركنا في حملات قلاء المعيشة، قلاء الأسعار شاركنا فيها، وشاركنا برضو بحملة النظافة في عدن. طبعا احنا قمنا برضو في عدة مهرجانات، قلنا المهرجان الأول، ونحن إن شاء الله نحن على صدد تنفيذ المهرجان الرابع للسنة الرابعة. هذه المهرجانات وعملنا أيام، يعني ونحن برضو معنا حفل سنوي ليوم اليتيم، خاص لليتيم هذا، غير المهرجان. المهرجان لا، المهرجان يعم الطفل اليتيم والطفل الفقير بشكل عام، كل فئات المجتمع في عدن تحضر المهرجان لأنه مدته 3 أيام، لكن يوم اليتيم هذا خاص كل اليتيم. هل ثم أثر ملموس لهذه الجهود المبذولة؟ طبعا في بعض عند الأسر يعني تقيهم يعني السؤال، يعني في خصوصا بعض المؤسسات اللي عملت مشاريع، كمثلا مشاريع دخل يعني للأسرة، فهذا تمام يغيهم يعني من السؤال، فتلاقي هذا ملموس فيهم. مثلا احنا كسوة العيد، لما نقدم لهم كسوة العيد كل عام، يعني نوفر لهذه الأسرة تضمن يعني انها خلاص معها كسوة عيد الأولاد، معها كسوة عيد كذا، فأكيد انه في حاجات ملموسة. في الختام أستاذة أمل، هل هناك رسالة تودون قولها من خلال هذا اللقاء؟ طبعا أنا أحب أناشد كل القادرين من المنظمات الدولية والمحلية في عدن، ورجال الأعمال وأهل الخير، بأن يركزوا اهتماماتهم بهذه الشريحة الضعيفة في المجتمع، اللي هي شريحة الأيتام وأشد فقرا أو النازحين والمهمشين في عدن، بأن يعطوهم اهتمام أكبر،
لسه بس من الدعوة إن الدعم المادي، يعني مادي ومعنوي. ختام الأستاذة أمل أحمد مصلي رئيسة مؤسسة أمل التي تعنى بالأيتام والفقراء والأعمال الإنسانية، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. كتحليق الطيور في السماء العالية تطير إليكم مشاهدينا الكرام حكايتنا حاملة معها عبق السلام والتاريخ، ابقوا معنا. في مشهد بديع تبرز فيه عدن من جديد راسمة لوحة السلام تحمل رايته هذه المرة لغة الطير كرمز للمحبة والوئام. إنها رسالة خالدة يرسخها أبناء عدن التواقون للسلم في حدث بهيج تعالت فيه روح المحبة محلقة مع جمال الطيور. الكل عارف انه في عدن في اشياء كثيره، في عندنا متنفسات وفي عندنا انشطه متنوعه، ولكن ما فيش حد اتبادر على ذهنه انه بتكون في فعاليه لاول مره لافضل طائر في عدن. طبعا لما اجيت وتفاجات بانواع الطيور والاصناف اللي موجوده، كان كثير يجهل انها موجوده في كل بيت داخل عدن او حد يربي مثل هذه الاصناف، ما كانش حد عارف. بس الكل اتفاجأ وشاف انه في انواع للحمام وفي انواع كان للدرر، في انواع يعني في انواع مختلفه. في معرض الطيور الذي شهدته عدن دلالات واضحة على رفض أهلها لثقافة العنف والتطرف وكل المظاهر الدخيلة المعكرة لصفو الحياة في المدينة المسالمة. إقامة معرض للطيور في عدن جاء في لحظة فارقة من تاريخ هذه المدينة لتقول للعالم بأن عدن لم تخلق إلا لتعكس مفاهيم المدنية المتنوعة في التحضر كتنوع الطيور بجمال أشكالها. مسابقة أفضل الطيور المقامة على هامش المعرض أكسبته بعدا إنسانيا عميقا تجلت أسمى معانيه في مضمون تركيبة المجتمع العدني الذي لا يرى شبيها لثقافته سوى سلمية الطير المحلق في السماء. طائر من 12 فصيلة مختلفة تزين بها معرض الطيور هنا امتزجت أصواتهم في سمفونية جميلة موحدة. جسد معرض الطيور في عدن مفهوم التعايش، ومن عالم الطير يتعلم الإنسان ويفهم ويدرك نظم الطبيعة التي يعيشها في موطن يستعصي على الانشطار. تربيته هواية جميلة ومنها تسليه في الوقت، وبعدين في طيور أليفة تروح وترجع يعني تدرب، وفي طيور على يعني حق تفريخ حق بيض ومكسب، وهذه الهواية وأنا صغير نربيها، ونعم أنه يكون شاب وطفل أنه يبدع هذه الهواية لأنه ما شاء الله حاجة مسلية وممتعة.
وديع سلطان تتلمذ على يد كبار الصحفيين في عدن، محب للثقافة، مهتم بالتنمية المجتمعية. وجه المدينة لهذه الحلقة. من مدينة عدن تبلورت بداياته في عالم الصحافة، ومثلت صحيفة 14 من أكتوبر نافذته الأولى لممارسة المهنة بعد تخرجه من قسم الصحافة والإعلام في كلية الآداب. هو الصحفي الشاب بديع سلطان. من وليد عدن مدينة البريقة، درست في مدارس مدينة البريقة في ثانوية سبأ في البريقة، بعد كده الدراسة الجامعية كانت في جامعة عدن كلية الآداب قسم الصحافة والإعلام. أنا كنت خريج عام 2005 الدفعة الرابعة، طبعا تخصصت في الصحافة، في الصحافة المكتوبة أو الصحافة الورقية يعني، وكنت من أوائل الدفعة أيضا. بعد كده كنت أثناء الدراسة، دراستي في الكلية، كنت أطبق في صحيفة 14 أكتوبر في المعلة، والأستاذ علي حسين أذكره كان مدير التحرير حينها، أسند إلي أنا وبعض الزملاء إدارة عدد من الصفحات المتخصصة في الصحيفة. فكانت هذه بالنسبة لي تجربة كبيرة جدا وبداية انطلاقة للعمل الصحفي التطبيقي يعني. عمل في صحيفة الجمهورية إحدى أهم الصحف الرسمية اليمنية، وعين رئيساً لقسم الأخبار فيها، ومن ثم مديراً للتحرير في مجلة المثقف الصغير، أول مجلة متخصصة في مجال تثقيف الطفل في اليمن. بعد تخرجي في عام 2007 توظفت رسمياً في صحيفة الجمهورية لمركزها الرئيسي في تعز، وعملت محرر في إدارة الأخبار. بعدها بسنوات تم تعييني مدير لإدارة الأخبار. إدارة الأخبار هذه تضم عدة أقسام، وبالإضافة إلى مراسلي الصحيفة في كل المحافظات اليمنية، في جميع المحافظات. واستمرت في العمل كمدير إدارة الأخبار حتى عام 2015. قدمت استقالتي من الإدارة، من إدارة الإدارة، بسبب الميليشيات الحوثية وسيطرتها على صنعاء ومحاولة فرضها أجندة إعلامية أو سياسة إعلامية معينة على بعض الصحف. فتم تعييني مباشرة من رئاسة تحرير الصحيفة كمدير تحرير لمجلة المثقف الصغير، هي أول مجلة متخصصة في شؤون الطفل على مستوى اليمن، وهي إحدى إصدارات مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر. أجبرته حرب الانقلاب كغيره من صحفيي الجمهورية على مغادرة تعز في العام 2015 ليبدأ مرحلة جديدة من العمل الإعلامي هي الأكثر مشقة وتعقيداً كما يقول بديع. بعد تفاقم الأمور والحرب في عام 2015 اضطريت للنزول إلى عدن إلى مسقط رأسي، واستمرت في عدن تقريباً يعني بالعمل مع المواقع الإخبارية، مواقع إخبارية محلية ومواقع إخبارية عربية أيضا، عملت معها كمراسل يعني هنا في عدن، واستمرت على هذا المنوال مع كل المواقع تقريبا، مع عدد كبير من المواقع. عملت كمراسل لقناة عدن سكاي هنا في عدن لمدة تقريبا سنة أو عام كامل، وبعد إقفال القناة لأسباب مالية أو مشاكل مالية استمرت في العمل مع المواقع الإخبارية، والحمد لله يعني أصبحت مراسل لعدد من المواقع العربية أيضا يعني هنا في عدن، وحاليا أنا مراسل لقناة المهرة الفضائية في مدينة عدن في لاحق وفي أبيض. الخلافات السياسية ألقت بظلالها على حرية الإعلام، وعرضت حياة الصحفيين للمخاطر، وفرضت تعقيدات كثيرة على نشاطهم وحركتهم في الميدان، كما يقول بديع سلطان الذي عمل مراسلا ميدانيا لوسائل إعلامية متنوعة
وقنوات فضائية مختلفة. أهم صعوبة هو عدم تقبل المجتمع لعمل الإعلامي، وعدم تقبله حتى لإسم الوسيلة التي يعمل لها. يعني أول ما يعرف المجتمع والناس تعرف أنك أنت تابع لوسيلة معينة يتم تصنيفك مباشرة. نحن نعرف الأوضاع التي تمر بها عدن خاصة بعد الحرب بعد عام 2015، فكونك أنت تعمل مع صحيفة رسمية مثلا أو موقع رسمي مثلا حكومي فيتم تصنيفك ويتم عدم التعامل معك ويتم مضايقتك أحيانا، وهذا يمكن تجربة مر بها كثير من الزملاء في عدن. وحتى يمكن يعني قناة بلقيس أحد المتضررين أو المتأثرين بهذا الوضع يعني. فهذه كانت أهم صعوبة واجهتنا، الظروف الأمنية، عدم تفهم الناس لطبيعة عملك. أنت عندما تنزل تغطي فعالية أو تغطي حدث ما، أنت مش بالضرورة تنقل يعني جانب سيء من هذه الفعالية أو هذا الحدث، ممكن تكون تخدم هذه مهما كانت وسيلتك، مهما كان توجهك، مهما كان انتمائك، ممكن أنك تخدم هذه القضية أو هذا الحدث بغض النظر عن انتمائك أو وسيلتك الإعلامية. الإعلام جزء من منظومة كبيرة تتصل بجميع مجالات الحياة كما يقول بديع، وبفعل الحرب تعرض الإعلام كغيره من القطاعات للكثير من الاختلالات التي عطلت جزءا كبيرا من نشاطه وأفقدته الأهمية والحضور والقدرة على التأثير. العمل الإعلامي حاليا في اليمن بشكل عام هو عمل فوضوي، يعني يمكن تكون الكلمة اللي تناسب الوضع الحالي، الوضع الإعلامي، هي الفوضى، وهي شبيهة بكل المجالات والقطاعات التي في اليمن اليوم. الجانب السياسي فوضوي، الجانب الاقتصادي فوضوي، الجانب الأمني أيضا، والإعلام جزء من هذه الجوانب كلها، يعني مرتبط بها. نرى كثير من الأشخاص ينتسبون للإعلام ولمهنة الإعلام بدون ما يكون عندهم أساس لهذا الانتساب. أصبح الآن وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت يعني مجال واسع جدا لكل من هب ودب أنه يدخل مجال الإعلام بمنشور واحد. أي شخص ممكن يعتبر نفسه أنه إعلامي وأنه صحفي، ليش أنه يناقش قضية يعني معينة. لدى بديع السلطان الكثير من الاهتمامات الصحفية، وفي المقدمة منها توعية الناس بالتنمية المجتمعية بعيداً عن أجندة السياسة وإعلام الحرب الذي كرس ولا يزال ثقافة العنف وخطاب الكراهية وقضى على ما تبقى من روابط الأخوة والوطن. الخطط المستقبلية كثيرة جداً ولا تقف عند حد معين، لكن يمكن الهم الكبير هو يعني اللي راودنا منذ فترة كبيرة جدا، هو كيفية توجيه الناس نحو العمل التنموي. يمكن أنا لو كان عندي مشروع بعمله هو مشروع إعلام إنساني مجتمعي يساعد الناس، يحثهم على العمل، يحثهم على التنمية، يعني يركز على هذه الجوانب والابتعاد ولو يعني قدر المستطاع عن الجوانب السياسية والأمنية التي زادت من معاناتنا وفاقمت المشاكل بيننا. ما كل ما يتمناه المرء يدركه إلا بالكثير من العمل والمثابرة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا، في أمان الله.